بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تيدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نحط هذه الوصفة بإذن الله الواحد القهار، هو قبول فعال في جلب المطالب أو الناس اللي عندهم مقابلة عمل أو مقابلة محكمة أو مقابلة أوراق في القنصلية أو ياخد فيزا. يحاول أن هاد الوصفة غيديرها إن شاء الله. أما البنت اللي تكون عندها خطيب أو مقابلة زواج أو تكون الخطبة أو تكون غادي تكون إن شاء الله هاد القبول رائع بإذن الله الواحد القهار. غادي ناخد قطعة من العود القماري. العود القماري هو هذا عود الخشب، عود الخشب. هاو نقربو لكم باش نتوما تشوفوه. راه تمشيو عند موالين الذهب، راه كاين هاد الخشب. كانت واحد السيدة حطت ليا، قالت ليا بغيت نديرو فين تيتباع؟ تيتباع عند موالين الذهب. موالين الذهب تيحطوه، تيبيعوه بالجرام، تيبيعوه بالجرام. تاخدي قطعة بحال هادي، قطعة وتقري عليها هادشي اللي غادي نحط لكم ان شاء الله. نحاولوا ان شاء الله ناخد قطعة ونمشي نهزها في يدي اليمن ونحطها في يدي اليمن، وان شاء الله بحول الله وقوته نحاول انني نقرأ عليها بسم الله الرحمن الرحيم 50 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم 50 مرة. نصلي على الرسول 50 مرة. 50 مرة نصلي على الرسول عليه الصلاة، 1000 صلاة عليه الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. نقرأها 50 مرة على نية القبول، على نية جلب الحبيب أو جلب الصديق أو يكون عندي يكون مقابلة عمل أو يكون عندي خطبة أو يكون عندي أول لقاء باش أنني أول لقاء في العمل أو أنني نكون مقبولة مع الخطيب ديالي باش أنني نكون بين في عينه زوينة. إذن هنأخد هذه القطعة وغادي نقرأ عليها بسم الله الرحمن الرحيم. هنقرأها 50 مرة. نصلي على الرسول 50 مرة ونقرأ 51 مرة. 51 مرة. إذن نقراها، نهز في يدي اليمن بحال هكا، نقراها ونقرأ عليها، نحطها في بابي ألمنيوم ونهزها معايا في نحطها في الجيب ديالي أو المحفظة ديالي أو نحافظ عليها وتكون منصور بإذن الله. بالنسبة للزوج أو بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للشخص، أي شخص بغى قبول أو بغى هبة أو بغات هي تجلب الخطيب لها، يكون عندها واحد الجد في الكلام ويكون عندها حلاوة الكلام ما حدا هي تهدر وهي تتزيان وهي سبحان الله تتزيان. إذن حبابي ديروها وعلى يقين، هذه مجربة مني من النورانيات اللي معروفة في جلب الخطاب وجلب حبيب وجلب، وخا يكون عنده بيع وشريه الزمعة ولو يكون عنده متجر الزمعة. إذن مالي الصالونات أي حاجة تهز معها، لأنها قبول رائع بهذا عود الخشب. نشري من عند مول الذهب، راه قطعة شوف على حسب شحال الكمية ديالها بالجرام، ونشريها ونقرأ عليها القراءة ونهزها معايا لأنها جميلة في
تقريب أي حاجة عندك، يكون إنسان بعيد عليك وتكوني هذه هزها معه يجي عندك بإذن الله. إذا أحبابي ما بقى لي غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتأبونوا عندي وبارطاجيو بهذه الفيديوهات لتعم الفائدة على جميع الناس بإذن الله الواحد القهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.